جبنا علي. في حمص ينهشن بالمو الأجساد حتى يقتل أصحابها، وتلتهم النيران المحاصرين الجائعين داخل حي مر بالثورة بكل مراحلها وبقي وحيدا يحمل رايتها داخل عاصمتها حمص. حي الوعر المحاصر كان من ضمن أهداف النظام وروسيا العدوانية، وشهد قصفا بمادة النابالم الحارق وقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة إلى جانب الإسطوانات المتفجرة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 8 مدنيين في حصيلة أولية وإصابة آخرين، فيما استشهد مدني وجرح عدد آخر جراء إطلاق نار من مقرات النظام في الجزيرة التاسعة ومنطقة المصابغ. بعد عن الباب مش فاهم يضوا. ولم يكتف النظام وحلفاؤه بقتل أبناء الوعر حرقا، بل إنه وجه اسطواناته المتفجرة على مركز العيادات الطبية ليخرجه عن الخدمة بشكل كامل. التصعيد العسكري على حي الوعر يأتي ضمن ضغوط يمارسها النظام للهروب من التزاماته في اتفاق الهدنة المبرم مع لجنة الحي، وخصوصا ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين، لا سيما أن قوات النظام هددت سكان الحي بالتصعيد المكثف مقابل عدم مطالبتهم بالمعتقلين في سجونه. وقبل أيام أطلق النظام يد ميليشيا الرضا الشيعية لتقوم بالقصف والتصعيد ضد المدنيين المحاصرين. مدينة البيسي. وعلى مقربة من الوعر واصل النظام وروسيا غاراتهم على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، مستهدفين مدينة تلبيسة وبلدة المكرمية، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وجرح آخرين، كما استهدفت القوات الموجودة في كتيبة الهندسة ببلدة المشرفة الموالية دار السعادة لرعاية المسنين في بلدة السعن الأسود بقذائف المدفعية الثقيلة. الله أكبر.